ايه انت شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفاره؟ ناوي اشتغل في البزنس، انا اصلا احب الفلوس. احنا عارف اسرائيل؟ ان شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي اسرع البنك ذا. ايه على طول كده جرس انذار. ده انا لسه بفكر. لا هذه التجربه بتاعت السيستم. مستر ناجي انت اوحيت لي فكره عظيمه، لازم يخترعوا ألارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها بعد كده نقرا في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150 ألف دولار؟ أيوه. أعدهم ولا إيه؟ أنا حمضي على وصل الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا مستحيل. زي ما بقول لك كده، حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري.